أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في جنوب شرق القرم حادثة كادت أن تكون مروعة في البحر الأسود بطيران طائرتي يوروفايتر بريطانيتين تحميان طائرة التجسس RC-135 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. هذه الحادثة اليوم كانت قد سبق أيضا أكثر من حادثة، لكن الحادثة المهمة للغاية كانت في أكتوبر، لكن الطيران لم يستفز منظومة الآس 400. واليوم وصل الحال أن بقي ما بين اليوروفايتر البريطانية وما بين إطلاق الآس 400 حوالي 5 ثوان. كانت حالة الإنذار قد وصلت إلى ما إلى حرب ما بين بريطانيا وروسيا في حدود 5 ثوان. انظروا أمامكم، سنجد الرحلة رقم تسجيل RR3R9954، وبالنسبة للRC-135 CH-062-062. فيما كان الحال في أكتوبر الماضي بZZ665، وأمامنا رقم التسجيل بالنسبة لأكتوبر ZK351، واليوروفايتر الأخرى بـ362 تحت رقمي التسجيل. إذا بوينغ 135 W رايفر جوينت كان مهما جدا بالنسبة لليوروفايتر FGR4 كما تلاحظون أمامكم. إذا هي نفس ترتيب تقريبا، لكن هذه المرة من أكتوبر وإلى اليوم لم يحدث أن طارت طائرتا يوروفايتر البريطانيتين مصحوبتين دائما مع الروتين، ما سمي بطيران روتيني للمراقبة. إذا أكتوبر اليوم أصبح الوضع مأساويا للغاية، لأن حالة الطيران أصبحت على مرمى القصف، فكان واضحا أن الإشارة بالنسبة للآس 400 هذا اكتشاف، لأن الكل كان يحاول التشكيك بالنسبة للآس 400، هل هناك الآس 400 أم هناك شيء آخر؟ صحيح أن الآس 400 هي التي وجهت إطلاقها نحو اليوروفايتر البريطانية، ولماذا الآن تحاول بريطانيا وهي ترغب أساساً في أن يكون لها دور؟ لأن عودة بريطانيا قائمة على الضربة الموجعة لميناء بحري أوكراني دمره الروس أخيرا. كان واضحا أنه ضمن خارطة بريطانيا ودمر عن آخره. ومعلوم أن أوكرانيا، ومن الأسباب الرئيسة لما حدث أساسا في البحر الأسود من بحرية بريطانية ضد روسيا، كان واضحا أن هناك أكثر من حالة، وهناك اتفاق وقعه البريطانيون والأوكرانيون بخصوص ما سيقع، وهذا الذي تنبأنا به في لحظته عندما أكدنا أن الحرب قادمة لا محالة. وهناك من رأى أن هذه الحرب ليست إلا من طبع خيال لمن يراجع ذلك. كان واضحا أن هذه الأزمة البريطانية الروسية هي السبب الرئيس، والآن هناك ميناءين بالإضافة إلى أوديسا دمر ميناءان. ولماذا ميناءان؟ هذان الميناءان حاليا يقصفان بشكل قياسي، ولأول مرة يصبح مثل هذا الوضع بالتدمير شامل. إذا روسيا تحاول أن تدمر جميع المنشآت البحرية المحتملة أن تكون تحت الاتفاقية البحرية ما بين بريطانيا وأوكرانيا، يدمر كل هذا البناء عن آخره. هذا هو التقدير الأساسي الذي يمكن أن يعطي أفقا للتصور الروسي. التصور الروسي بالنسبة للبحر الأسود فقط من تحت الوصاية
الأممية وأيضا بشريك داخل البحر الأسود، وهذا الذي زكاه الأتراك عندما أثاروا اتفاقية مونترو ومنعوا القطع البحرية من الدخول إلى البحر الأسود. لم يجد الغرب سوى الجو، وعندما أتى مثل هذا الوضع حاولوا أن يحركوا أسطولهم الاستخبارية عبر الR-135 على العموم بالنسبة لبريطانيا، وحاولوا أن يصلوا إلى التجسس على القرم. اليوم بريطانيا يحاول الروس عزلها بشكل كامل، تدمير موانئ بشكل فادح، وهذا الذي ركز عليه الروس. الروس الآن يضربون بقسوة في جميع المناطق، بل ويبنون كما في حالة ماريوبول وفي غيرها. هناك موانئ دمرت ثم هي اليوم يعاد إنشاؤها، وأيضا هناك تدميرات مقصودة في مناطق محددة. فكل ما هو بريطاني الآن يوجه أو توجه إليه النيران. والدليل هو أن 556 من الأهداف البريطانية في أوكرانيا دمرت دون احتساب البعثات ومراكز الثقافية والسفارة في كييف. إذن خارج الدبلوماسية أو المراكز الثقافية والدبلوماسية من دونها الكل دمر عن آخره. ورغم أن السفارة البريطانية وأيضا باقي المنشآت وتحت نفس الدعوة القنصلية أو الدبلوماسية، فإن حركة بريطانيا تحت حصار شرس للغاية. وفرنسا التي كانت لديها قاعدة للتصنيع موجهة أساسا لطائرات شحن، كل هذا دمر. ولذلك فالرد يريد الفرنسي أن يعطي الآن الميراج 2000 لزيلينسكي من أجل رد الاعتبار. إذن هذا ناتج عن بروتوكول بريطاني فرنسي يمنع الألماني والأمريكي F-16 عن الأوكران، فيما الميراج 2000 وأيضا بالنسبة لبريطانيا فتريد تسليم السلاح الجوي إلى كييف. إذن أمامنا هذا البعد الرئيس في هذه العملية، ويحاول البريطاني أن يتجسس لصالح الفرنسي في هذه المرحلة على وجه التحديد، وهذا ما يعرفه الروس. ولذلك فإن توجيه مباشر للسلاح باتجاه يوروفايتر مع ما تحمل هذه العلامة التجارية من بعد أوروبي. إذن يريد البريطاني إيصال رسالة أن طيران اليوروفايتر طيران أوروبي فرنسي بريطاني في هذه المرحلة على وجه التحديد. وتحاول الآن بريطانيا وفرنسا أن تكون قوة على الأقل استعماريتين سابقتين صحيح، يحاولان العودة وإعادة التفاهم بخصوص أولا فرنسا بريطانيا من خلال الكومنولث ومن خلال الفرنكفونية في أفريقيا العودة إلى تفاهم أنجلو فرنسي من أجل إبعاد القوة الجديدة الروسية مثلا في أفريقيا عبر فاغنر انطلاقا من الساحل مالي بوركينا فاسو وهكذا في أفريقيا الوسطى. وهذا التوسع الذي يضبطه الآن الفرنسي والبريطاني، وقليل ما يركز الجميع حول هذه الاتفاقية السرية بين الطرفين. وهناك اتفاق جوي في تسليم طائرات إلى كييف، وهذا هو التحول نتيجة التنسيق البريطاني الفرنسي في موضوع الموانئ في البحر الأسود، لأن فرنسا لا وجود لها. وأيضا بالنسبة لتصنيع الطائرات في كييف، والمعروف أن أهم معركة قادها الروس ضد القاعدة الفرنسية للتصنيع في قلب كييف. وأول ما هاجم بالمروحيات حوالي 200 مروحية كانت حول نفس القاعدة. معنى ذلك أن الرد يجب أن يكون من نفس السلاح، وهذا الذي يقوده الآن البريطاني ضد روسيا. كل ما يجري الآن هو معرفة ماذا يحدث في القرم. القرم اليوم بالS-400 وجهت صواريخها لقصف اليوروفايتر.
في وقت سابق كان الطيران في مقابل الطيران، وهذه الحادثة معروفة نقلناها في حينه، أن هناك قصف مباشر لطائرة في مواجهة الطائرة، فكان هذا أمرا سابقا. اليوم في توجيه منظومة صواريخ أرض جو ضد هذه الطائرات الاستخبارية الاستعلامية، خصوصا RC-135 كما كان الحادث في أكتوبر اليوم بنفس الطريقة. إذن أمامنا تأكيد على تواجد الS-400، توجيه صواريخ لقصف اليوروفايتر والوعد 5 ثواني. ثالثا أن منطقة الطيران لم تكن خطرة، وإنما كان التوجه نحو الخطر، ولذلك جرى التوجيه المباشر للS-400 لأن الأمر كان في متم القصف. فكانت وضعية اليوروفايتر الطائرتين معا، خصوصا منهم 99 RR 99 5-4، كانت في طور ما سمي بطور الإسقاط، ولذلك كان الانسحاب الفوري لهذه الطائرة والعودة إلى ما كان عليه الحال في وقت سابق، خصوصا وأن هناك أمر استثنائي ودقيق للغاية. أولا بالنسبة لرومانيا، رومانيا حاليا يحاول الفرنسي تسليم ما لديه من لوجيستيك في رومانيا باتجاه بريطانيا لإدخالها ضمن هذا التحالف الثنائي، فيما في الاتجاه الآخر وعلى صعيد الاستخبارات هناك الأمريكي، لكن الفرنسي يريد تعزيز هذه القدرات عبر قبرص انطلاقا من شرق المتوسط. وهذه الطائرة مرت في أجواء تركيا، الطائرات اليوروفايتر كانت قد انطلقت عبر المسار الأوروبي من بريطانيا باتجاه مباشرة البحر الأسود، فيما طارت الطائرة الاستخبارية من قبرص، وهذا الذي يجعل من الوضع معقدا للغاية، إذ أن ترتيبات أو ما يسمى بالتسهيلات اللوجستية الفرنسية للقوات الجوية وقوات الاستعلام لصالع فرنسا الآن يريد الفرنسيون نقلها إلى الشريك البريطاني، لأن بريطانيا دخلت مع أوكرانيا في كل ما يتعلق بالأمن البحري وأيضا تواجدها في البحر الأسود. كانت هناك اتفاقية بين رومانيا وما بين فرنسا في مقابل أوكرانيا مع بريطانيا، إلى حين أن وقع ما وقع في تفجير كل هذه المعادلات بعد 24 فبراير 2022 مع قرار بوتين إطلاق عملية خاصة ضد أوكرانيا. في هذا التوقيت على وجه التحديد نرى أن هناك اليوم رغبة في تسليم التسهيلات التي لدى فرنسا لصالح سلاح الطيران يوروفايتر البريطاني، وعلى الخصوص من نفس الطراز كما حدث في 18 أكتوبر وإلى حدود البارحة عندما كان توجيه الاس 400 لإسقاط اليوروفايتر على بعد 5 ثوان، وهذا تطور استثنائي قد يتحول في أي لحظة إلى صعوبة إضافية لولا الانسحاب البريطاني السريع جدا والعودة إلى القواعد دون أن تستثمر بريطانيا في ما سمي بالتسهيلات المسلمة لفرنسا، أي دون أن تعود إلى رومانيا عادت مباشرة إلى قواعدها قواعد الانطلاق. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.